ايه ده؟ صباح الخير يا نبيله، ايه اللي جايبك بدري كده؟ هو المرارة بيخلي الواحد ينام؟ ها قولي لي بقى الاسماء. استني يا ستي. الشاويش جوده عبد المجود حسنين، وده ساكن في شارع المعز في محرم بيه، وعسكري عبد الله عوض الحارس ده في شارع الرصاف، وعسكري جابر عبد المجود محمد في شارع باولينو، وعسكري سيد ابو شناب خضر في شارع الاسكندراني. دول كلهم كانوا موجودين في دوريه ساعتها، وكلهم من منطقه واحده اللي هي محرم بيه، غير بقى ظابط النبطشي. اسمه ايه؟ مش مشكله اسمه، اصله اتقتل بعد الحادثه بيومين. وابويا برضو هو اللي قتله؟ لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. لا 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 ثانية واحدة، أنا هنزل بقى يا حاج عشان أقابل محمود على باب السلامة، يا دوبك على ما أوصل هتبقى الساعة 6 ونص. خلي بالك من نفسك. ما تقلقش، ربنا سهل. جبت له كل طلباته؟ كل اللي اتفقنا عليه جبته يا حاج. أستاذن أنا. مع السلامة. أي لا شكرا يا حسين، معلش انا بتعبكم معايا يا راجل، ولا تعب ولا حاجه، احنا اخوات. اتفضل. لسه هتعبكم كمان. ايه خير تحت امرك. بس انا نفسي اسالك سؤال يا حسين. ايوه محمود. انت ليه متحمس لي قوي للدرجه دي؟ يمكن لاني حاسس نفس احساسك، ولاني وقفت نفس الموقف اللي انت فيه. انت؟ ايوه انا يا محمود، بس الفرق الوحيد اللي بيني وبينك اني وصلت للقاتل ووقفت قدامه. طب وايه يعني؟ انا كمان وصلت للقاتل وقعدت معاه. لا لا يا محمود، في فرق، في فرق بين انك تقعد معاه وبين انك تواجهه. في ايدك مسدس وهو لا حول له ولا قوه. ده حصل لك يا حسين؟ ايوه، وما كانش فاضل غير اني اضغط على الزناد. هو قتلته؟ لا، ما قدرتش اقتل، خفت. خفت؟ انت بتقول ايه؟ يعني ايه خفت؟ وبعدين خفت تقتل اللي قتل مين؟ اللي قتل ابويا يا محمود. ابوك؟ السلاح في ايدك يا حسين وتخاف تقتل اللي قتل ابوك؟ ايوه يا محمود خفت، والحمد لله ان انا خفت. ساعات الخوف بيبقى احسن الف مره من الجرأة والشجاعة. تخيل بقى يا محمود ان الخوف ممكن يأمن لك مستقبلك ويبعدك عن الشر. ما علينا، خد يا سيدي. اتفضل. ايه ده؟ ده هيفضل معاك. يفضل معايا ليه؟ انت مش بتروح الكليه؟ طبعا بروح الكليه. بتخلص الساعه كام؟ يعني 2:30 حسب الظروف. الساعه 3 بالظبط هتعدي عليا هنا، تخبط على الباب 4 خبطات، هعرف ان انت. بعد ال4 خبطات دول تفتح بالمفتاح ده وتدخل، تقعد معايا شوية براحتك، وبعدين تبقى تنزل تشوف حالك. الكلام ده كل يوم؟ كل يوم، بس اذا ما كانش هيعطلك على مذاكرتك. لا لا، ولا هيعطلني ولا حاجة. بس خليك فاكر الساعة 3 بالظبط، لان الساعة لو عدت 3:15 وانت لسه ما جيتش انا همشي من هنا، وهعرف كمان ان انت اتمسكت. مسكت؟ البوليس مش مغمض يا حسين، ومش هيسكتوا، وممكن يعملوا اي حاجة. انت عندك حق. عاوز حاجة تانية؟ ايوه عاوز. انا تحت امرك. العفو يا عم حسين، بس الكلام اللي انا هقوله لك ده مصلحة ليا وليك. قول يا محمود. لو حصل انك اتمسكت، او يعني لا قدر الله اتقبض عليك، مفيش داعي تعمل بطل. يعني ايه؟ يعني تقول كل حاجة، ما تحاولش تداري عشان ما تتبهدلش، اعترف بكل حاجة عشان مستقبلك يا أستاذ حسين، وما تخافش أنا مش هيتقبض عليا. لازم تعرف إن كل اللي أنا عايزه إنك ما تتبهدلش، لا أنت ولا الحاج رضوان. حاضر حاضر. طب يا جد، مع السلامة. هقول يا هدى، انت كنت فين طول النهار ده؟ انا دخت عليكي. المهم قولي لي الاول، انت عملتي ايه؟ رحت لبتاع جرايد. قالوا لي ان هو بيعرف الشاويش جود. يعرف مكانه يعني؟ لا، بس هو قال لي انه ممكن يكون رجع بحمص.
بيان هام من وزارة الداخلية. تعلن وزارة الداخلية أن الهارب محمود جميل سليمان محاصر الآن في منطقة الهرم بين شارع استوديو الأهرام وشارع الشماعة. وكان الهارب قد أطلق الرصاص على أحد رجال الأمن في ساعة متأخرة من هذه الليلة 13 أغسطس 1984. والوزارة تجيب بالمواطنين إذ تطلب من أي مواطن سرعة الإبلاغ عن الهارب محمود جميل سليمان. وزارة الداخلية. يبقى محمود خلاص انتهى. كويس انك هنا. امال هكون فين يعني؟ ايه اللي انت عملته ده يا استاذ؟ ايه؟ قتلت مرسي غانم، ضربته بالرصاص. مرسي؟ وانت ما قريتش جراد ولا ايه؟ ايه الحكايه يا حسين؟ انت ضربت واحد من اللي بيحرسوا مرسي غانم. انت بتقول ايه؟ مش ممكن. الكلام ده اتذاع امبارح واتكتب في جراد النهارده. والشاويش اللي بتتكلم عليه ده جرى له حاجه؟ لا ما جرالوش حاجه. الرصاصه جت في دراعه، خدش بسيط. الحمد لله. لا لا انا اللي هروح لوكيل النيابه بكره. الحمد لله. بقول لك ايه؟ مفيش اخبار عن محمود؟ طيب معلش. نبيله؟ لا نبيله طبعا نايمه جوه تعبانه جدا من كتر ما لفينا النهارده على الشاويش جوده ده. طب يا حسين مع السلامة.